طلاب اليمن المبتعثون في الخارج، مأساة مستمرة ومصير مجهول. من يتحمل تأخر مستحقات الطلاب المبتعثين؟ ولماذا تذهب وعود الحكومة بإصلاح أوضاعهم كل مرة أدراج الرياح؟ ما هي الخيارات التي أمام الطلاب لمواصلة مهمتهم التعليمية؟ أهلا بكم. نفذت طالبات يمنيات مبتعثات بماليزيا الجمعة الماضية وقفة احتجاجية داخل مبنى السفارة اليمنية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، تنديدا بتأخير مستحقاتهن المالية وتدهور أوضاعهن المعيشية والتعليمية. وفي الوقفة الاحتجاجية رفعت الطالبات لافتات واستعرضن مظاهر معاناتهن إثر تأخير مستحقاتهن وتراكم المديونات عليهن، وأشرنا إلى تعرضهن للتهديد بإيقاف دراستهن في بعض الجامعات الماليزية، وتعرضهن للتهديد بالطرد من السكن بعيداً عن أرض الوطن. واجه الطلاب المبتعثون ظروفاً قاسية وتهديدات بالفصل من الجامعات جراء تأخر مستحقاتهم لأكثر من 6 أشهر. فلماذا تتأخر المستحقات المالية أصلاً؟ وأين الرئيس والحكومة مما يتعرض له طلاب اليمن في الخارج الذين يعول عليهم في بناء المستقبل؟ لا تقتصر معاناة اليمنيين جراء الحرب على من هم في الداخل فحسب، بل تعددت إلى من هم في الخارج. طلاب اليمن المبتعثون أحد أوجه تلك المعاناة في الخارج، حيث يجدون أنفسهم بعد مرور كل فصل وحيدين دون مستحقات وبلا دولة أو مؤسسات حكومية تتبنى قضيتهم وترفع معاناتهم. تأخر صرف المستحقات راكم معاناة الطالبات المبتعثات في ماليزيا. مؤخراً أستاءت أوضاعهن الدراسية والمعيشية، وهددن بالإيقاف من الدراسة والمنع من التخرج من قبل بعض الجامعات الماليزية بسبب تأخر السداد والمديونية المتراكمة، كما تلقين إنذارات بالطرد من السكنات للسبب ذاته أيضاً. نظمت الطالبات اليمنيات المبتعثات في ماليزيا داخل حرم مبنى السفارة اليمنية في العاصمة كوالالمبور للمطالبة بانتظام صرف مستحقاتهن المالية. في بيان الوقفة الاحتجاجية ناشدت الطالبات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الشرعية للالتفاف لمعاناتهن والتدخل السريع لتنفيذ مطالبهن المتمثلة بصرف الأرباع في وقتها المحدد وسرعة صرف الربع الأول في رمضان بشكل عاجل لتلبية متطلبات شهر رمضان وعيد الفطر، كما طالبنا بصرف رسوم الطالبات للجامعات وسداد مديونيات الجامعات الماليزية. قضية المبتعثات في ماليزيا ومطالبهن جزء من معاناة الطلاب في الخارج الذين تركوا لمواجهة مصائرهم، وهي الزاوية الأقصى في المأساة. في بلاد الغربة يواجهون إنذارات وتهديدات بالفصل من الجامعات والسكنات، ولا شيء أمامهن غير الشارع. بعيداً عن مسؤولية الدولة، يحاول الطلاب المبتعثون تجاوز التحديات وتعويض مستحقاتهم المالية التي تسربت بين غرابيل الفساد بأشغال جانبية علها تخفف عنهم غياب المستحقات، لكنهم يصطدمون في كل مرة بالعجز وقلة الحيلة، فالاحتياجات أكبر وفرص العمل أقل في بلاد الغربة. أوضاع وظروف مأساوية يعانيها الطلاب المبتعثون والطالبات في الخارج في ظل أوضاع مزرية في الداخل. حكومة متنصلة من مسؤولياتها وواجباتها، وغربة ومهمة علمية محفوفة بمخاطر التوقف. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا مجموعة من الطلاب المبتعثين وكذلك من ذوي الشأن. نبدأ مع الدكتورة إيناس المعمري، طالبة دراسات عليا من كوالالمبور عبر سكايب. مساء الخير دكتورة إيناس. مساء النور، وشكرا جزيلا لقناة بلقيس، شكرا جزيلا لك يا أستاذة آسيا. أهلا بك دكتورة، وبداية نريد أن نطلع من خلالك على وضع كنا كطالبات مبتعثات في ماليزيا. والله وضعنا وضع مأساوي جدا، وضع الطلبة ككل المبتعثين في الخارج في جميع دول الخارج وضعنا مأساوي، وضعنا مزري جدا. أولا إحنا كنا في البداية نستلم 4 أرباع في السنة، وكانت أيضا لا تغطي المبالغ التي توصلنا، لا تغطي احتياجات طلبة. نعم.
بعدين بدأت الحرب ودخلوا نحن بعدين بقصة كأنهم يقولوا يعني خوفوهم بالموت يرضوا في الحمى. فصار بدل ما نستلم أربعة أرباع صارت تقتصر في السنة نستلم ربعين، يعني نستلم الربع كل 6 أشهر. وصل وربعين، هذا الربع لا يعرف الطالب هو هذا وربعين أين تذهب؟ نعم يعني هل ربعين كل ست، فقط نستلم صرنا في السنة، نعم وربعين أين تذهب؟ ما يعني يعني ربعين وبعدين ترحل للسنة الجاية كربعين. فبالتالي الطالب صار يعني ما يفهمش هو استلم الربع الأول من الربع الرابع من الربع الثالث من كثرة اللخبطة التي تحصل. الطالب للأسف يعني نتيجة هذه اللخبطة الطالب الآن يترك مقاعد الدراسة، يترك البحث العلمي ويقضيها فقط يعني يدور على مصدر دخل آخر ليعيل أسرته. طالب أو طالبة، الطالب يشتغل سواق في شركة سياحة، يشتغل قايد في شركة سياحة، الطالبة تقوم تدرس في مدارس خاصة بارت تايم، ويا ريت إن المبالغ التي تحصلوها تكفي أيضا للمعيشة. نعم يعني فبالتالي إن الطالب أول شيء خسر وقت كبير جدا من تحصيله العلمي في يعني قرية وراء من شغل لشغل من مكان لمكان علشان يوفر لأسرته حياة كويسة. الأونرات للبيوت يطالبوا الطلاب في الإيجارات وليس سوف يتم طردهم من السكن. المدارس اللي أولادنا فيها يطالبون بتسديد الرسوم أو طرد الأطفال من المدارس. يعني مشاكل 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 ومعوقات، وبعد ذلك هذا كله يجي يقوله الطالب متعثر. الطالب مش متعثر ولا عمره راح يكون متعثر إذا كانت مستحقاته المالية توصله باستمرار، رسومه توصله في استمرار، عمره ما يكون حيكون الطالب متعثر. طيب ما هي الأسباب الطلبة التي تعطيها اليمنيين يا لكم؟ عزيزتي من نعم أشطر يعني وأنجح. صحيح، وربما يعني سمعة الطلبة اليمنيين في كل مكان هي مصدر فخر للجميع، وهي ما تدعو بالضبط. ليفترض للحكومة أن يكونوا هم من تعول عليهم لبناء المستقبل. ولكن دعني أسألك، حين تطالبون بهذه المستحقات ما هو سبب تأخرها من وجهة نظر السفارة والملحقية الثقافية؟ والله خلينا احنا نكون في مصداقية في الموضوع. احنا لما نوصل مشاكلنا للسفارة او للملحقية نجد اذان صاغية. السفارة دائما فاتحة ابوابها للطلاب، هذا حق يقال، يعني تفتح الاعتصامات، يقابلنا السفير الدكتور عبد الله الضيفاني كمان، يعني في ترحيب وفي استماع وفي اصغاء، لكن للاسف يا عزيزتي يد واحدة لا تسبق. يعني اذا كانوا هم يقولوا اوكي تمام يصطدموا من بالداخل، من وزارة التعليم العالي، من وزارة المالية. مشكلتنا إحنا الآن مع وزارة التعليم العالي ووزارة المالية، مشكلتنا أزلية معاهم. دائما 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 يحصرونا في هذه المشاكل. الطالب صار ما عندوش هم الآن، خلاص ترك مقاعد الدراسة، ترك البحث العلمي وقام يبحث على مصادر دخل أخرى، يعني تفي في لقمة العيش ومع اللي طبعا صعوبة البحث. بالضبط. نعم، هذا خاصة في بلد لا يتيح للطالب العمل يا دكتورة إيناس، أليس كذلك؟ ماليزيا لا هذه تقبل. نقطة، نعم هذه نقطة فعلا فعلا معاكي. فيزا الطالب مستحيل تشتغلي، نعم وبعد يعني كم يا طالب يعني تم سجنه بسبب هذا الأمر. نتيجة إنه اشتغل في مطاعم. ايوه ما عندوش فيزا عمل، عنده فيزا طالب، وهم عارفين ومدركين هذا الموضوع جدا. فلما تيجي تتكلم مع مخاطرة، البلاد في وضع حرب، طيب يعني هي مشكلة البلاد في وضع حرب، ايوه هذه يعني مخاطرة على الطالب. نعم أنا أناقش مشاكل الطلاب منذ كنا الشماعة في اليمن. نعم يعني مشكلة أزلية كما قلتي. دعينا فقط نستضيف معنا الدكتور عبد الله الضيفاني الملحق الثقافي في السفارة اليمنية ماليزيا كوالالمبور. مساء الخير دكتور عبد الله. أهلا وسهلا بكم. نعم دكتور عبد الله وأنت تنضم معنا عبر الهاتف، مرحبا بك. وأود أن تخبرنا يعني ما هي الإشكالية الحقيقية التي تواجه صرف مستحقات الطلاب؟ أولا شكرا للقناة بلقيس على الاستضافة، ولو أن يعني في كنا الاستضافة نريدها أن تكون في موضوع أن يستطيع المرء أن يقول فيه شيء. أولا
حقوق الطلبة والطالبات نحن معها 100%، ونحن صوت الطلبة ولسنا ضدهم على الإطلاق. تأخر الأرباع هذه مشكلة يعني لا نستطيع أن نبررها بأي حال من الأحوال، ولا نستطيع أن نقول بأن هناك أسباب جوهرية وموضوعية يمكن أن تحول دون أن تنتظم الأرباع. لكن نستطيع أن نقول بأن الصوت وصل، وبأن التحسن واضح الآن بالنسبة للأرباع. يعني في الأعوام الماضية كانت الأمور أسوأ بكثير، الآن الأمور تتحسن بشكل ملحوظ، لكن ليس بالدرجة التي نحن نريد. الطالب في بلد الابتعاث يواجه كثير من المشكلات المعاشية، وخاصة في ماليزيا المعيشة فيها مرتفعة، والمساعدة المالية لا تغطي كثير من احتياجات الطلبة، وبالتالي تأخرها يجعل وصولها في وقت متأخر لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم، هذه الأمور دكتور يعني ربما يعيها الطالب تماما ويعي مدى معاناته، ونحن أيضا مستوعبين تماما لما يحدث، ولكن ألا يعني ما لا نستطيع استيعابه هو كيف تتخلى الجهات المسؤولة عن مسؤوليتها تجاه هذا الطالب، على من يمكن أن نحمل مسؤولية تأخر صرف مستحقات الطلاب؟ يعني تقول أن الأمر تحسن، ربما من وجهة نظركم يعني كل 6 أشهر إن صرف ربع هذا لا يعد تحسن بالنسبة للطالب، يعني مسألة التراكم بهذا الشكل، تعلم أن لدي أغلب الطلاب لديهم الكثير من الالتزامات سواء أمام ما يقومون به من بحث علمي ودراسة أو من خلال أسرهم الذين ربما أغلبهم لديهم أسرهم في الخارج. الأسباب ليست من جانبنا نحن، لا السفارة ولا الملحقية مسؤولة عن هذا التأخير. نعم، أود أن تحدثني عن المسؤول. المسؤولية بتتصل هناك في الحكومة، في الوزارات المعنية، أيضا في ترحيل المبالغ، في كثير من الأسباب التي سبب يعني بعضها يمكن أن يبرر وبعضها لا يبرر على الإطلاق، يعني خاصة المبالغ التي تصل عندما تصل إلينا تمر عبر مرحلة طويلة جدا من المحطات حتى تصل إلى بلاد الابتعاث. أحيانا الحرب وتوقف ضخ البترول يتسبب في توقف مصدر مهم جدا لمصدر مالي حتى يتم موافاة الناس، لكن هذه ليست حالة دائمة، نحن لا نبررها على الإطلاق ولا نستطيع أن نبررها. رفعنا الصوت إلى الوزارة، كنت بالأمس مع الأخ الوزير وتكلمنا في الموضوع هذا، وقال الجهود مبذولة والأمور ماشية وإن شاء الله عما قريب يتم التعزيز. وزارة التعليم العالي طرف، وزارة المالية طرف، رئاسة الوزراء طرف، البنك المركزي طرف، البنوك الوسيطة في ترحيل المبالغ طرف، يعني ليس هناك طرف واحد مسؤول عن هذه المسألة. نعم، يعني أن تتوزع المهام بهذا الشكل، يعني لا توجد آلية حقيقية لإفادة هذه المبالغ لهؤلاء الطلاب المبتعثون، لما يعني يتم توزيعها بهذا الشكل؟ كما قلت البنك المركزي يحتاج إلى طلب، المالية تحتاج إلى طلب، التعليم العالي يحتاج إلى طلب، مسؤول البعثات يحتاج إلى طلب، هذه إشكالية حقيقية. ما هو دوركم أنتم كسفارة دكتور عبد الله في الضغط على هذه الجهات المعنية لإعادة الوضع كما كان عليه، خاصة يعني وهذه التزامات لا يمكن تأجيلها، يعني ربما أنا أوازيها برواتب الجيش حقيقة، يعني من يعني يحاربون في هذه البلدان لا يقلون يعني جدارة عن من هم في الميدان. تماما، الطلبة يشكلوا جبهة مهمة جدا، لأن عبرهم سيتم إعادة بناء البلد. لا يمكن البندقية والرصاصة والطلقة لا يمكن أن تعيد بناء البلد المدمر الآن، سيعيد بناء هذه العقول التي تنتشر في كثير من بلدان الاتحاد. لكن لابد من الأخذ في الاعتبار أنه قبل الانقلاب كانت الجهات
معنيه بتسديد الرسوم والمساعده الماليه لطلابها. الجامعات كانت تدفع، وزاره الدفاع تدفع، وزاره الصحه تدفع، الوزارات الاخرى كل يدفع من جهته لطلابها. الان بعد هذا التحول الكبير اصبحت وزاره واحده معنيه بهذه المساله، وهذه كارثه كبرى. فضلا عن وجود اختلالات حقيقيه في نظام الابتعاث الان، وفي اعتماد في غياب عدم وجود الموازنه، لم يكن هناك الان لاول مره تعتمد موازنه في الشهر الماضي عندما انعقد مجلس النواب. احنا اعتبرنا بان انعقاد مجلس النواب واعتماد الموازنه ربما يكون نقطه انفراج حقيقيه في هذه الازمه، بحيث انه تصبح هناك موازنه معتمده وتصبح تنفيذها امر يعني لا مناص منه في ظل غياب الموازنه، في ظل غياب البرامج، في ظل غياب الرؤيه. الامور تظل فيها كثير من التخبط. نظام الابتعاث لابد من اعاده النظر فيه لكي نتخلص من كثير من هذه المشكلات القائمه الان. نعم، هل قدمت لكم اي وعود دكتور عبد الله بان الامور ستتحسن بوجود هذه الموازنه؟ أم أن يعني المسألة ما زالت تجدونها أنها تدور بنفس دائرة التخبط؟ لا والله في وعود من حيث الـ يعني الجهات الرسمية. أنا كنت في عدن قبل يعني في شهر 2 شهر فبراير، والتقيت بوزارة التعليم العالي والأخ رئيس الوزراء، وجميعهم يعني متفاعلين ومتفاهمين للموضوع، ووعدوا بأن هذه الأمور جميعها ستزول. نحن بينا لهم وبدراسة ورفعنا تقرير لوزارة التعليم العالي بأن الظروف المعيشية في ماليزيا لا يمكن يعني استيعابها بهذا الشكل من التأخير والمماطلة، لأن كل يوم الأمور تتصاعد، الإيجار ترتفع، متطلبات الحياة في تصاعد كبير، المدارس هنا كارثة كبرى. المدارس يعني الطلبة حتى يلحقوا أبنائهم في مدارس يحتاجوا إلى كلف عالية. طالبنا برفع المساعدة المالية أيضا، لأنه لم تعد تغطي المساعدة المالية. فعندنا مشكلات جوهرية وعدوا بمعالجتها، مثل الرسوم، مثل يعني المساعدة المالية، المديونيات التي تراكمت على الملحقيات من أعوام سابقة، من 2008 و2006 و2009. مديونيات الجامعات احيانا تتخذ اجراء ضد الطلبه نتيجه المديونيات المرحله. في كثير من المشكلات الصعبه والتي ينبغي ان نتخذ فيها اجراءات. وعدنا بوعده وعود قاطعه بان هذه الامور ستعالج، ولا نخفي سرا، احنا تكلمنا مع الطلبه ونتكلم مع الطالبات، وعندما التقينا بهم والاخ السفير لا يقصر على الاطلاق في رفع القضاء الى قمه السلطه، الى رئاسه الجمهوريه، الى رئاسه الوزراء، ونحن نعمل كفريق واحد من اجل تذليل هذه المشكلات. لكن نحن قدرتنا محدوده، والجهات المعنيه في التنفيذ كما تعلمون هي ابعد منا، لكن وعدنا كثيرا، بالامس فقط وعدنا ان الامور ستسير بشكل افضل ان شاء الله. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله ضيفان الملحق الثقافي في السفاره اليمنية بماليزيا، كنت معنا عبر الهاتف من كوالالمبور. وقبل أن نعود إليك دكتورة إيناس، اسمحي لنا أن ينضم معنا أيضا الأستاذ محمد الرشيدي رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في ماليزيا من كوالالمبور أيضا عبر سكايب. مساء الخير أستاذ محمد. مساكم الله بالنور، وشكرا جزيلا لقناة بلقيس، قناة الشعوب والحرية. أهلا في الحقيقة. نعم. صحيح، أنا أؤكد أنه حياكم الله. خروج الطالبات زميلاتنا الطالبات هو نذير شوء على أن الأمور قد وصلت إلى مرحلة حرجة، يجب على الحكومة أن تتحرك فيها وأن تسعى إلى حل مشاكل الطلاب. نعم. أنا سمعت من الدكتور عبد الله الضيفاني أنه لا يوجد هناك سبب جوهري لتأخر ومماطلة الحكومة، لكن أنا من خلال متابعتي وحلقة كوني حلقة وصل بين الجهات الرسمية وبين الطلاب، نعم، هناك أيد خفية تعبث بمستحقات الطلاب، تريد أن ترسل رسالة للمجتمع الدولي أن الحكومة حكومة الشرعية حكومة فاشلة، لأنها لم تستطع أن تفي بالتزاماتها تجاه مواطنيها في الخارج وفي مقدمة هؤلاء
الطلاب. طيب يعني ولماذا لا تقوم الحكومة شارفنا؟ اسمح لي محمد، لماذا تقوم الحكومة بصرف الرواتب والمستحقات بشكل سلس حتى تقطع الطرق على هذه الأيدي الخفية التي أسميتها؟ يعني لما تجعل نفسها عرضة لمثل هذا الموقف؟ نحن أمام يعني معايير وطرق يعني ملتوية، لا نعرف أين تختفي معاناة الطلاب، هل في البنك المركزي أم في المالية أم في وزارة التعليم العالي أم عند رئيس الوزراء؟ في الحقيقة نحن نستبشر خير بانعقاد مجلس النواب ونطالبه بأن يسائل الحكومة بعد العيد مباشرة، وأن تكون من أولى أولوياته هي مساءلة الحكومة، أين مستحقات الطلاب المبتعثين؟ لأن المستحقات المالية أثرت بشكل لا يمكن تصوره على الطلاب المبتعثين، يعني يعرفها الكثير، ومن أهمها أن يعني ضعف التحصيل العلمي والمعرفي لدى هؤلاء الطلاب، تأثروا علميا ومعرفيا لأنهم انشغلوا عن المهمة الأصلية التي جاءوا لأجلها. نعم. طبعا هناك المستحقات المالية وتأخرها أثرت وأفرزت مشاكل كبيرة جدا. نعم. يعني قبل أن تحدثني عن هذه المشاكل، اسمح لي محمد. نعم، قبل أن أستمع منك إلى العديد من المشاكل التي تحدثت عنها، دعني أعود فقط للدكتورة إيناس. الدكتورة إيناس، استمعت لحديث الأستاذ عبد الله وكذلك زميلك محمد الرشيدي، يعني مسألة أود أن فقط تحدثي عن مسألة خروج الطالبات، ما الذي يعني ذلك؟ حين تخرج الطالبات رافعات لافتات معينة بمعزل عن الطلاب، هذا يعني أن مأساتكن مختلفة نوعا ما، لماذا؟ مأساتنا مختلفة نوعا ما، لأن المرأة تظل لها، يعني مثلا الرجل، رغم أن احنا عارفين أن الطالب كمان عنده مشاكل، بس الطالب يعني وإن بيقدر يدبر حاله بشغلة معينة عند صحابه، لكن الطالبة اليمنية وضعها مأساوي، يعني مستحيل تشتغل مثلا ويترس في مطعم، مستحيل تشتغل سواقة في شركة سياحة، في اشياء في ما زال يعني الطالبه ما زالت المراه اليمنيه يعني شوي تحكمها العادات والتقاليد. اضافه الى ذلك انه المراه اليمنيه او الطالبه اليمنيه الموجوده في ماليزيا ما قصرت، يعني تركت دراستها وراحت اللي اشتغلت خياطه واللي قامت في اعداد الماكولات وبيعها للاسر الماليزيه والاسر اليمنيه الاخرى. يعني شغلوا الطالبه اليمنيه عن الشيء الاساسي اللي هي المفروض تركز عليه في دراستها في جامعتها، وجعلوها فقط تنشغل كيف توفر لحالها او لبيتها اساليب والحياه المعيشيه اللي هي مهمه جدا لهم. اضافه الى ذلك اريد اضيف اضافه معينه، يعني الاتحاد، يعني كان في الاول ناشدنا جدا الاتحاد انه نطلع في مظاهرات ونطلع في وقفات في اعتصامات، ما كنا نحصل اي استجابه منهم. نعم، لذلك قررتنا الخروج لوحدكم بعمل اعتصامات. ايوه، حسينا انه احنا لان بلغت القلوب الحناجر، يعني ما عادش صار معانا اي مجال اي وسيله اخرى نعبر عن غضبنا، نعبر عن تعبنا، نعبر عن حاله مأساوية وصلنا فيها، غير اننا نقوم بالاعتصام بالسفاره. نعم، إذا دعيني أنقل هذه النقطة لزميلك وهو الموجود معنا الأستاذ محمد الرشيدي. تقول الدكتورة إيناس أنهن خرجنا لأنهن لم يجدن تجاوب من قبل الاتحاد الذي طالبناه أكثر من مرة بالخروج معهن، ويعني العمل بوقفات وإيصال صوتهن أيضا. في الحقيقة أنا لا أريد أن أتحدث في هذه النقطة كثيرا، فالاتحاد معروف بشجاعته وشهامته في متابعة حقوق الطلاب والطالبات، لأن هذا الصوت هو ما تريده الحكومة أن تشرخ به الصف الطلابي وأن تجعل الطلاب منقسمون فيما بينهم. لذلك أنا سأركز على الحكومة. لا دعني محمد، يعني ما الذي ستنقسمون لأجله؟ هي حقوق يعني مغيبة عليكم سواء طلاب أو طالبات، لما لا يتم المطالبة بها؟ وهذا هو دور الاتحاد الفعلي. طبعا
نعم، نحن نطالب، انا لا اريد، قلت لك، ان ادخل في اخذ وعطاء مع الاخت ايناس، ونحول المسار مطالبه جهات رسميه الى مسار الحركه الطلابيه، والا نحن قعدنا وطالبنا ان احنا نتبنى مطالبهن وندعمهن، وارسلنا مندوبه الطالبات الاخت رحاب، وجلست مع السفير ومعهن، وهي وظاهره في الصوره هنا في الذي تطرحونها الان. فأنا لا أريد أن نركز على نعم الذي يحدث هنا، نريد أن نركز على الجهات الرسمية بحيث يكون صف الطالب واحد نعم وصوته واحد موحد. يعني إذن نحن إذن خصمنا سأعود إليك واحد محمد. ومشاكلنا نعم محمد، سأعود إليك دكتورة إيناس. يعني رأينا صور لكنا وأنتنا مستمعات مع الدكتور عادل بحميد السفير، ما كان رده عليكم؟ نعم، بصراحة وعدتنا خير واستبشر خير، وقال سوف يقوم بإيصال مناشدتنا إلى الجهات المعنية وحل هذه الإشكالية على يعني في أسرع وقت، خصوصا الآن الربع الأول هذا قبل رمضان، لأنه الآن معنا مصاريف رمضان، معنا مصاريف العيد، ومن غير أرباع فمستحيل العيشة في ماليزيا، كما أضاف الدكتور عبد الله الديكاني. ماليزيا تعتبر من الدول الغالية جدا، اللي أصلا منحنا الدراسية لا توفي الغرض، فما بالك عندما تنقطع أصلا أو تتأخر أو يصير فيها اختلال. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتورة إيناس العامري، طالبة فعزيز دراسات عليا. أريد أضيف نقطة بسيطة أستاذة آسيا. نعم، في دقيقة لو سمحتي. نعم، عندنا مشكلة هنا كذلك، مشكلة الطلاب الذين على وشك التخرج. تخيلي طالب يكون دخل في مناقشة لأطروحة الدكتوراه، ويكون يحتاج فقط من 6 إلى 9 أشهر لإتمام التعديلات أو التصحيحات من اللجنة المناقشة. في هذه الحال يتم قطع مستحقاته المادية إذا كانت معه، أو إذا كانت قطعت من قبل لا يتم حتى إمداده بربع لاستيفاء هذه الفترة، حتى يستطيع أن مثلا لاستكمال دراسته، لاستكمال التعديلات، للطباعه. فبالتالي كانهم يقولوا انه يعني كما قالوا اذهب انت وربك فقاتلا فانها هنا قاعدون. نعم، اذا لحالكم روحوا. نعم، وضحت الفكره دكتوره ايناس. نعم، تتشعب المشاكل لديكم كما تفضلتي. شكرا جزيلا لك دكتوره ايناس المعمري، طالبه دراسات عليا، كنت معنا عبر سكايب من كوالالمبور. عوده اليك استاذ محمد. استاذ محمد، يعني عاده ما تنتهي هذه الاحتجاجات والوقفات بالوعود، هل تاملون هذه المره بمصداقيه هذه الوعود، خصوصا مع اقرار موازنه 2019 من قبل مجلس النواب؟ في الحقيقة في نقطة أود أن أبينها، أنه لا يجوز أن تتخذ احتياجات الطلاب ومعاناتهم لتحقيق أغراض شخصية أو اتجاهات معينة. يجب أن نوحد الصف الطلابي لتحقيق الغرض الطلابي الذي يمس احتياجاتهم الحقيقية. أنا صراحة لم أعد أثق في الحكومة، لأن الحكومة يعني لديها وعود متكررة والواقع يثبت عكس ما تقول. أنا أؤكد لك أن الجزئية الأكبر في المشاكل هي انتظام الأرباع. عدم انتظام الأرباع أفرضت لنا مشاكل كثيرة جدا، صحيح، من بينها الطلاب ومشاكل الاستمرارية. يعني ربما أنتم سمعتم بمصطلح الاستمرارية، للأسف عندنا أصبح عشرات المصطلحات، يعني كل فئة من الطلاب لهم مصطلح معين. مشكلة طلاب الاستمرارية، مشكلة طلاب المستجدين، مشكلة طلاب وزارة الدفاع وابتعاثي وزارة الدفاع، مشكلة الخريجين، خريج أكمل دراسته ويريد ان يعود الى بلده والى وطنه، لدي يعني اسره كبيره، من سيتحمل هذا؟ والقانون يلزم الحكومه بان تعطيها التذاكر للخريجين. طلاب اصبحوا متعثرين في دراستهم بسبب عدم انتظام الارباع، بسبب تاخر الرسوم الدراسيه. نحن سلمنا للملحقيه، اكثر من 70 طالب متعثر مبتعث، وسلمنا لها يعني كشف كامل بالخريجين الذين يريدون تذاكر الطيران. الحلول التي جاءت من الحكومة هي حلول ترقيعية، لا يمكن أن لا يصح أن نتكلم عنها حلول. ليست حلول نهائية، هي لو انتظمت فعلا الأرباع، صحيح، لو انتظمت الأرباع بشكل دوري. أنا أجيب لك. نعم، طب أنا أعطيك مثال واحد. يعني رئيس الجمهورية قبل سنة ونصف تقريبا أصدر قرار باعتماد 50 طالب في الاستمرارية،
بعد سنه ونصف يعني من هذا القرار تعتمدهم الجهات الحكوميه في اخر فترتهم الدراسيه. يعني كيف يتخيل الانسان نعم ان قرار حكومه يظل تعتمد طالب مستحق في اخر؟ نعم هذه اشكاليه ولذلك حقيقيه الطالب فعلا. هنا شكرا. بان تعدل درجتها. نعم شكرا جزيلا لك محمد الرشيدي رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في ماليزيا، كنت معنا عبر سكايب من كوالالمبور، وتنضم معنا أيضا عبر سكايب الطالبة فاطمة الأسودي وهي طالبة دراسات عليا من ماليزيا أيضا عبر سكايب. مساء الخير أستاذة فاطمة. مساء النور. نعم. أولا شكرا لقناة بلقيس لمتابعة هذا الحدث. أهلا بك أستاذة فاطمة. استمعنا لزميليك الدكتورة إيناس وأيضا الأستاذ محمد الرشيدي وهم يتحدثون عن العديد من نقاط معاناة الطلاب، أود منك أيضا أن تحدثينا عن وجهة نظرك في توقف هذه المستحقات أو تراكمها بهذا الشكل وعدم انتظام الأرباع بالنسبة لكم، ما الذي تسببه؟ التي تسببها وجود فساد في ضمن حكومة الشرعية. هناك لوبة فساد قائمة في الحكومة، فلذلك تتأخر أرباعنا. لا يوجد شفافية مطلقة في إيضاح الأمر، كل طرف يرمي التهمة على الآخر. نعم. التأخير يعني مثلا وزارة التعليم العالي تقول رفعت الكشوفات، وزارة المالية تقول أرسلنا الكشوفات إلى الملحقيات، الملحقيات تقول لم نستلم، فتدور الدائرة ولا يعرف الطالب حقيقة من هو المسؤول عن التأخير، رغم أن أكثر التأخيرات والمسؤولية تقع على عاتق وزارة التعليم العالي ووزارة المالية لأنها المسؤولة الأول عن هذا التأخير. نعم. إذا لكي تحل هذه المشكلة لابد من وجود شفافية واضحة. بمعنى شفافية بمعنى أنه عند إصدار القرار أو إنزاله لابد أن يكون لهم موقع رسمي وبيان رسمي يصدر، أما أن يتم الكلام عبثا نحن أصدرنا ولا يوجد ما يثبت. نعم كيف انعكس هذا الأمر عليكم كطلاب أستاذة فاطمة؟ هذا الأمر انعكس بشكل كبير. أنت عندما تكون طالب عليك ضغوط نفسية رهيبة، مهدد بالطرد، مهدد تذهب للتسجيل للجامعة فيرفض تسجيلك للترم القادم بسبب تأخر دفع الرسوم، تراكم الرسوم قد يؤدي إلى غرامات فبالتالي زيادة العبء. أيضا التفكير في كل هذه الأمور قد تقلل من التحصيل العلمي للطالب. الرسوم تأتي متأخرة ب6 أشهر وأكثر. نعم. يعني فهذه مشكلة حقيقية. كذلك أيضا هناك مشكلة يواجهنها بعض الطالبات الخريجات أن مناقشة الرسالة ليست هي نهاية المرحلة. نعم. المناقشة هي الجزء ما قبل النهائي. بعد مناقشة الرسالة هناك بعض التعديلات، هناك تسليم الرسالة، هناك إجراءات التخرج، لكن للأسف السفارة والمحقية ما تعمله أنها بمجرد المناقشة تقطع الأرباع عن الطالب. طيب هذا الطالب من أين يعيش ال6 الأشهر القادمة لكي ينجز التعديلات، لكي يقدم الرسالة النهائية، لكي يستخرج شهادته، ثم ما بعد ذلك عدم إصدار تذاكر للخريجين. الخريجين الموجودين حاليا هنا لا 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 انهم قادرين يرجعوا الى الوطن ولا قادرين للعمل هنا، هم مهددين هنا اذا عملوا بالسجن، ولا لهم ارباع تصرف لكي يعيشوا منها. نعم اذا استاذه فاطمه ابقي معنا. ينضم معنا ايضا عبر الهاتف الاستاذ عز الدين عارف من صنعاء وهو طالب مبتعث. مساء الخير عز الدين. اهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة في هذا الموضوع الهام جدا. اهلا بك يا عز، واود منك ان تحدثنا عن وضعك انت كونك طالب مبتعث، حدثت لك مشكلة. الحديث انا احب ان انا اتكلم عن مشكلتي ومشكلة طلاب اخرين. مشكلتي فقط مثال
من فساد كبير جدا تتعاون فيه كل من التعليم العالي بالمقام الاول وللاسف السفارات والقنصليات في المقام الثاني. كلهم وجهين لعمله واحده، كل واحد يجي باللوم على الثاني. تسال السفاره وين تعقلي؟ يقول لك انا منتظر التعليم العالي اكد. تكلم التعليم العالي طيب ممكن تاكد لي الصرف في تعقلي؟ يقول لك والله التفصيل مع السفاره. تروح للسفاره مره ثانيه يقول لك لا والله التعليم العالي. طيب بينهما يحدث الفساد، تحدث سرقه الاموال، يحدث ضياع المستحقات، اما تعلق في حساب السفاره ولا يعرف احد مصيرها، او الارباع اللي يتم تحويلها للسفاره ولا يتم نشر الكشوفات. لماذا لا يتم نشر كشوفات الطلاب المستحقين؟ كل ربع يصل من التعليم العالي الى السفاره، المفروض ان السفاره تنشر الكشوفات كلها بكل شفافيه ووضوح. فلان الفلاني وصل الى حساب السفاره هذا المبلغ، فلان الفلاني وصل هذا المبلغ، لكن الان يتم التستر على الكشوفات، بينما كنا في السابق نرى ان الكشوفات كل واحد يدخل يشوف اسمه. اي تضمن طالب قالوا له ان ربعك توقف انه توقف. أنا أتأكد من هذا الشيء. أنا نعم يا عز، نعم هذا موضوع مهم. اسمح لي، هذا موضوع مهم، موضوع الفساد الحاصل في كثير من السفارات التي يعني يفترض أن تكون هي الملجأ للطالب في بلد الاغتراب، لكن للأسف الشديد أجد الكثير من الطلاب يستسلم لهذا الفساد وربما ينسحب أيضا، لا يتابع حقه إلى آخر لحظة، وهناك من يجد في هذه المسألة ويبحث ويظل يطالب بحقه حتى ينتزع من براثن الفساد. برأيك ما الذي على الطلاب أن يقوموا به إذا ما تعرضوا لمثل هذا الأمر؟ شوفي أنا أعذر الطلاب صراحة، حطوا نفسكم مكان طالب فلوسه بتجي من السفارة أو من التعليم العالي، مجرد ما يتكلم، مجرد ما في الفيسبوك، ولدينا أمثلة من طلاب تكلموا في الفيسبوك وتم قطع منحهم، مثل الطالب ضياء في روسيا. روسيا نعم. تكلم في الفيسبوك قطعوا منحته تماما. لذلك طبيعي إني أعذر الطالب إنه هذا مصدر دخله، إيش يسوي؟ أنا أيضا أنا الآن عزتي عارف، أنا أعرف حجم التكلفة، أنا الآن الرسوم المعلقة في السفارة قد لا أراها أبدا، لكني لن أسكت. ربما ايضا انا كنت ناوي اقدم على منحه استمراريه للماجستير، انا تخرجت من البكالوريوس ومن حقي كاي طالب متفوق بمعدل 3.2 من 4 اني اقدم على منحه الماجستير وفق النظام القانوني، لا وسطه ولا محسوبيه. لكن كلامي الان بالقناه هذه او بصفحتي في الفيسبوك قد يمنعني من هذه. انا خلاص جنت نفسي اني لن اسكت مقابل حقوقي، مقابل ان ارى الكشوفات، رسوم الدراسه اللي طالبتهم بها ولليوم ما عرضوهاش عليا، وبالرسوم الدراسيه اللي بعتها في السفاره قالوا انها تم التعزيز بها لحساب السفاره، طيب اذا هي لم تكن في حساب السفاره لماذا لا يتم الصرف لي؟ يتحججوا بالتعليم العالي، التعليم العالي نائب وزير التعليم العالي جاء الى تركيا وللاسف ما شفناش اي نتيجه، اغرد له في تويتر يشوف تغريداتي وما يرد، كلمه بالواتساب يقول لي التفصيل عند السفاره. كل واحد يرمي بالنوم على الثاني، الكلام هذا يكلف الكثير، الكلام يكلف الطلاب الكثير، هم عايشين على هذا الشيء، للاسف ما فيش الظهر اللي ممكن يستندوا عليه اذا تكلموا، فانا اعذرهم، لكن اتمنى ان الاتحادات تقوم بواجب اشد، لانه الاتحادات هي الوحيده اللي ممكن تكون في صفقة. صحيح، انا اجد نعم ان الاتحاد من جهه والاعلام من جهه، كلما ضغطنا على هؤلاء ربما سارعوا في صرف المستحقات، وهذا ما لاحظناه في المرات الماضيه. وعلى فكره حاولنا التواصل مع الدكتور خالد الوصابي نائب وزير التعليم العالي واعتذر عن الظهور معنا. شكرا جزيلا لك عز الدين عارف، نحن هنا صوت الطلاب اينما كانوا، نحاول ان نقدم لهم ما نستطيع. كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. اعود اليك استاذه فاطمه. استاذه فاطمه، ما يتعرض له الطلاب ليس فقط في ماليزيا، موجود في كل الدول التي يبتعث اليها اليمنيون. برايك ما مدى تاثير ذلك على التحصيل العلمي بالنسبه للطالب؟ خرج بمعدل عالي، استحق هذه المنحه، يفترض بدولته أن تدعمه حتى آخر مرحلة يصل إليها كما تقوم بذلك كل الدول. ما هي العثرات التي تواجه الطالب بهذا الشكل؟ العثرات كثيرة. أول شيء طبعا الضغط النفسي الذي يواجهه الطالب
عدم استطاعته على التسجيل احيانا اللي بسبب تاخر الرسوم تاخر المستحقات، ايضا اضطراره احيانا للمخاطره رغم ان العمل ممنوع وقد يؤدي به هذا الى السجن، لكنه مضطر للمخاطره من اجل لقمه العيش. هذا كله بالتاكيد يجعل الطالب غير قادر على التحصيل علميا، كل الظروف غير مهيئه. نعم، اذا الحكومات لا تساعد ابدا، لا لا اما لليمن القادم، اليمن اذا يريدون اعمار اليمن فعلا فاليمن يعمر بالعلم، لا شيء يعمره الا العلم. اذا كانت هذه معاملتهم لمن هم املهم فما النتيجه التي سوف نتحصل عليها؟ نعم، اذا شكرا جزيلا لك فاطمه الاسودي طالبه الدراسات العليا، كنت معنا عبر سكايب من ماليزيا. وكما حدثتكم مشاهدينا الكرام، هذه المعاناة ليست موجودة فقط في ماليزيا. عز الدين عارف كان مبتعث هنا في تركيا، وينضم معنا أيضا ماجد المقطري وهو طالب مبتعث في المغرب. مساء الخير أستاذ ماجد. مساء النور، أهلا بك. بداية، أنت حاصل على درجة البكالوريوس وتريد مواصلة أو الاستمرارية لدراسة الماجستير، كان لك اعتصام في الملحقية قبل أيام، لما قمت بهذا الاعتصام؟ أولا أشكر قناة بلقيس على الاستضافة الكريمة والتغطية الإعلامية لهموم ومشاكل الطلبة في الخارج، كما أشكر جميع الطلبة الذي تضامنوا معي ومع زملائي الموقفة ملفاتهم بالوكالة المغربية. يا أختي الكريمة، لكي نضعكم بالصورة، نحن طلبة الماجستير والدكتورة حصلنا على مقاعد مجانية من قبل الجامعات المغربية. بدأنا مشوارنا الدراسي لهذا العام وقد قطعنا فيه شوطا، تفاجأنا بإخراجنا من الجامعات وتم إيقاف ملفتنا من قبل السفير عز الدين الأصبحي، وعندما سألناه عن السبب تحدث إلينا بأن هناك مذكرة من وزارة التعليم العالي تمنع تمرير أي ملف من الوكالة المغربية إلى الجامعات إلا بموافقة الوزارة، وهذه الإشكالية فريدة من نوعها في العملية التعليمية بين جمهورية اليمن والمملكة المغربية. طبعا يا نعم، ما الذي يحدث عادة؟ مجرد أن تحصل على مقعد في جامعة للماجستير أو الدكتوراة ترسل بأوراقك للتعليم العالي تحصل على موافقة الاستمرارية، أليس كذلك؟ بالضبط، نحن الطلاب الخريجين من الجامعات المغربية الذي أكملوا دراستهم في البكالوريوس أو الماستر يحق لهم، يعني تحول لهم الحكومة المغربية بمنحهم مقاعد مجانية. الموضوع هو موضوع جديد علينا كطلاب يمنيين، منذ القدم كنا لا نواجه هذه العرقلة، وإنما حاليا بدأت الأمور بإظهار وجه جديد لا نعلم كيف يتم التعامل معنا. أنا طبعا أحكي لك قصتي يا أختي الكريمة. بعد عام من المعاناة أخرجت مذكرة سماح من وزارتي التعليم الفني والتعليم العالي. على الرغم نحن في غنى عن هذه المذكرة، كوننا خريجين المغرب ونعامل بأخوتنا المغاربة، يعني المقاعد مجانية، ترسل ملفاتنا عن طريق السكل الدبلوماسي إلى الجامعات المغربية أو إلى الوكالة المغربية. بعد صدور المذكرة إلى الملحقية الثقافية قوبلت بالرفض من الملحق الثقافي دون أي سبب مقنع، وهذا يعتبر تمرد على مذكرات الوزارة. نعم، هي تتحجج بأنه ليس لديكم قرارات من وزارة التعليم من الداخل وبالتالي هي لا تستطيع أن تقدم لكم شيء، هل لديكم هذه القرارات؟ ولكن نحن لا نحتاج إلى قرارات لأن مقاعدنا مجانية من الحكومة المغربية. نحن أكثر من مرة عرضنا مبادراتنا وتنازلاتنا إلى السفارة. لا، اسمح لي ماجد، كيف لا تحتاجون لقرارات؟ معروف أن الوضع بهذا الشكل، تحصل على مقعد من جامعة تراسل وزارة التعليم في الداخل حتى تقبل هذه الاستمرارية أو لا تقبلها، حتى تتمكن من يعني الحصول على المساعدة المالية. نحن كوننا طلبة في المغرب طرحنا عرضنا على السفارة بالتنازلات عن المنحة المالية، وإنما نطالب بمذكرة صريحة إلى الوكالة المغربية بتمرير ملفاتنا كوننا طلاب خريجين المغرب معنا مقاعد مجانية
لا نحتاج إلى مراسلات من الداخل. فأختي الكريمة، أنا اضطريت للاعتصام في مبنى الملحقية للمطالبة بحقي القانوني، وعندي وثائق رسمية من وزارة التعليم الفني والتعليم العالي، ولكن تعرضت للطرد بالقوة وأخذ تلفوني خوفا من التوثيق ورمي بطانيتي ومستلزماتي إلى خارج أبواب الملحقية وسحبي والاشتباك معي من قبل الأخوة الموظفين الأمن الداخلي بالسفارة. وكان ذلك بتوجيه من الملحق المالي في السفارة حسين صالح وبحضور الملحق الثقافي عبد الحميد الصلوي. نعم، نحن نتضامن معك ماجد المقطري لما حدث لك، ونتمنى أن تحل جميع إشكاليات الطلاب المبتعثين. شكرا جزيلا لك ماجد المقطري، طالب مبتعث كنت معنا عبر الهاتف من المغرب. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.